الكاشف لكون من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى: كتبت إليكم بهذا أنتم المؤمنين باسم ابن الله لتعلموا أن الحياة الأبدية لكم ولكي تؤمنوا باسم ابن الله، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا فنحن واثقون بأنه يكون لنا جميع ما طلبناه منه. وإن رأى أحد أخاه قد ارتكب خطية ليست للموت فليسأل أن يهب له حياة للذين يخطئون ليس للموت، وأما إن كانت خطية موجبة للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. كل اسم هو خطية، ولكن قد توجد خطية ليست للموت، وقد علمنا أن كل من هو مولود من الله لا يخطئ، لأن ولادته من الله هي حافظة له من أن يقترب منه الشرير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يبقى إلى الأبد.